تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، انطلقت فعاليات النسخة الثامنة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بعنوان 100 مليار دولار صادرات، الحلم ممكن، بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين المعنيين ومجتمع الأعمال والصناع والمستثمرين والمصدرين ولفيف من الخبراء والمتخصصين، حيث دارت مناقشة جادة حول ملفات الصناعة والاستثمار والطاقة والتجارة الخارجية والتنمية العمرانية. وجاء عنوان مؤتمرنا هذا العام معبرا عن حلم اقتصادي مهم لطالما اعتبره البعض ضربا من الخيال يصعب تحقيقه، ألا وهو الوصول بقيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. لكن ومصر الآن تحقق المعجزات في جميع المجالات بقيادة وطنية حكيمة ومخلصة وواعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن حلم 100 مليار دولار صادرات أصبح ممكنا. تأتي هذه الفعاليات لتؤكد على الدور الرئيسي للمؤسسات الصحفية القومية في بناء الاقتصاد المصري ودفع عجلة التنمية، بالإضافة لدورها الأصيل في التنوير والتثقيف. خلال السبع سنوات الماضية عمل قطاع البترول على تطوير النظم والسياسات والاستراتيجيات المتبعة من خلال تبني استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، والتي تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية من أجل إحداث تطوير وتغيير شامل في مختلف أنشطته وزيادة مساهمته في التنمية الشاملة من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى في ضوء رؤية مصر 2030. تعد الطاقة الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. كما أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدة للحفاظ على موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة منها. بالإنابة عن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، وبالأصالة عن نفسي وعن زملائي في الحكومة، أن أتوجه بخالص الشكر لدار أخبار اليوم لتنظيمها لهذا الحدث والذي يعقد للمرة الثامنة على التوالي، تزامنا مع الطفرة التي يحققها الاقتصاد المصري من زيادة في معدلات الاستثمار سواء الأجنبي المباشر وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات إلى العالم الخارجي. ومن أجمل المسميات لهذه المؤتمرات المسمى اللي موجود النهاردة اللي هو 100 مليار دولار صادرات، الحلم ممكن. أظن إن شاء الله إن هو ممكن، إحنا بنشتغل وبنعمل اللي علينا، وأنا واثقة إنه ممكن. هستعرض معاكم بعض المحاور اللي بنشتغل عليها اللي فعلا ممكن من خلال المناقشات اللي هتدور في جلسات اليوم والتوصيات اللي إحنا هنخرج بيها، هنقدر فعلا إن إحنا نحقق شعار هذا المؤتمر إن 100 مليار صادرات حلم ممكن تحقيقه. فيما أدار النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب الجلسة العامة الأولى للمؤتمر الصناعة والاستثمار والتمويل أساس التصدير، والذي أكد على الرؤية الجادة للقيادة السياسية في دعم الصناعة والاستثمار والتصدير كمحور هام في رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجمهورية الجديدة. الحقيقة النهاردة مؤتمر له طابع خاص، طابع الأمل، طابع التفاؤل اللي بيطرح نفسه، واحنا عندنا رصيد كبير جدا من الإنجازات، رصيد كبير جدا يفخر به كل مصري يقف كده ويقول احنا بنبني مصر الحديثة. احنا عندنا إرادة وعزيمة وقدرة لتفجير كل طاقتنا الكامنة، الطاقات الكامنة اللي احنا اتكلمنا عليها كتير في الأعوام الماضية، وكان الحقيقة الحل بيجي ببطء وكنا بنحس بالمرارة، لكن النهاردة عندنا قائد وزعيم قدر يعلمنا كلنا أهمية الوقت وسعر الوقت وتكلفة الوقت. الحقيقة أنا فخور، عشان أقول لكم أنا أول امبارح كنت في البرلمان الإيطالي، وكان في مجموعة كبيرة جدا من البرلمانيين من 30 دولة، كل واحد قابلني هناني
هناني بالقائد وهناني بالإنجاز. كل واحد والله سلوجان كده على لسان كل واحد، your boss make a great job، Egypt make a great job. الكلمة دي ما جاتش من فراغ، هي جت من إرادة وإدارة، إرادة حقيقية وإدارة قدرت تفجر كل هذه الطاقات. والمؤتمر ده النهاردة جوب المسؤولين كل واحد مرفوع الرأس، شفنا معالي وزير البترول النهاردة بيتكلم على إنجاز، إنجاز حقيقي، إنجاز رصده بالأرقام. النهاردة لما تيجي وزير التجارة وتقول احنا حطينا 100 تحفيز للتصدير، هنسأل وهنجاوب مع بعض المية دول قدروا يعملوا ايه، لان احنا كلنا مجتمعين وكلنا متيقنين ان الهدف الحقيقي ان احنا نحقق 100 مليار تصدير هدف ممكن حدوثه. فيما طرح الدكتور محمد معيط وزير المالية رؤية الحكومة في تشجيع ودعم الصناعة، مؤكدا على نجاح الدولة المصرية في القيام بثورة في البنية التحتية. هناك تحديات للمنتجات المصرية وللخدمات المصرية على وللاقتصاد المصري على أساس إن هو يقدر يفضل محافظ أو يقدر يتمكن من إن هو ينافس ويخترق جدران كتيرة جدا موجودة قصادنا. النهاردة لو أنا بقول إن أنا عاوز السلع بتاعتي والخدمات بتاعتي تخرج علشان أقدر أوصل للهدف اللي حددوا سيادة الرئيس إن نوصل بصادراتنا إلى 100 مليار دولار، إذن لابد يكون عندي تنافسية. التنافسية دي معناها إن أنا لازم يكون عندي بيئة ويكون عندي نظم ويكون عندي إجراءات ويكون عندي اقتصاد يمكن من إنه في الآخر أطلع منتجات وخدمات أصدرها تدخل للاقتصاد المصري 100 مليار دولار. هذا أمر ليس سهل، هذا أمر في ظل التنافسية وفي ظل الوضع اللي موجود في المنطقة وعلى مستوى العالم والتغيرات الكبيرة بيتطلب مننا جهد كبير جدا جدا. وواصل النائب محمد أبو العنين إدارته للجلسة الأولى لمؤتمر أخبار اليوم، حيث تم استعراض إجراءات تشجيع ودعم الصناعة وزيادة الصادرات. طبعا احنا اذا كنا هنتكلم عن الصناعة في مصر، فالصناعة في مصر هي الطريق الرئيسي اذا كنا ان احنا عايزين نوصل لمئة مليار صادرات. اللي احنا بيجيلنا كتير عدد من المستثمرين، طبعا خلال الفترة اللي فاتت كان في جائحة كورونا اللي كانت موجودة، ودي انا شايف ان هي كانت فرصة كويسة جدا. وفرصة ليه؟ لان في بعض المصانع كتيرة قفلت في الهند، قفلت في جنوب اسيا، لبنان، المشاكل الموجودة في لبنان، جميع المستثمرين دول معظمهم كان بيجوا عندنا في هاي التنمية الصناعية ويجوا علشان يبدأوا ان هم يشوفوا استثمار. احنا عندنا قوانين كتير، القادة او الوزراء متكبلين، اجراءات معمولة من 58 لما كانت الدولة كلها 18 مليون ولا 10 مليون. مصر فيها شباب النهاردة بيقعدوا على الكمبيوتر وعلى النت يقدروا يصدروا كل حاجة في مصر، زي ما الاستاذ اللي هو قال بنتين بيجيبوا شوية فاكهة وبيصدروها. بيقول لي في شباب في مصر بدل ما كل مصنع صغير يبقى لازم يعين عنده موظف خاص بالتصدير، لا انا اعمل سماح الناس تفتح مكاتب تصدير بس مش استيراد، فبالتالي ما فيش داعي ادفع ال 2 مليون جنيه اللي بيتحطوا تأمين للموضوع ده، ويبقى مكاتب شغلتها تصدير. من خلال المؤتمر طبعا انا بشكر السيدة وزيرة الصناعة على قرار رفع رسم الحماية عن البلد والحديد، لان هو قرار جاء في وقته الحقيقة. النهاردة كل الخامات في العالم كلها ارتفعت بشكل جنوني، بقى ما ينفعش النهاردة وجو استمرار الرسم في موقف غير ذي جدوى، لان النهاردة الخامات عالت جدا، لما اجي احط على الخامات الغالية جدا رسم حماية يبقى معناه ان انا بغلي المنتج على المستهلك النهائي، وفي النهاية الدولة بمؤسساتها بمصنعيها المفروض ان بتشتغل لصالح المصنع النهائي او المستهلك النهائي عشان نقدر نبني كل الاوضاع، وخاصة
مبادرة حياة كريمة بتاع السيد الرئيس. احنا بقول 100 مليار دولار صادرات، الحلم ممكن ان شاء الله، الحلم ممكن بإذن الله. احنا ان شاء الله السنة دي مع نهاية العام هنصل بإذن الله لأكثر من 30 مليار دولار، لأول مرة هنحقق 30 مليار دولار حجم صادرات خلال 2021، وده بالنسبة تزيد عن 24.5% زيادة عن العام الماضي. احنا لغاية نهاية شهر 9 مع بداية شهر 10 محققين تقريبا 24.5-25% زيادة عن نفس الفترة من العام الماضي. ولو جينا نشوف الدول اللي احنا صدرنا لها السنة دي، يمكن مختلفة عن كل السنوات السابقة، كان فيه اهتمام اكتر ببعض الدول غير الدول اللي احنا متعودين ان احنا نصدرها. في نهاية الحقيقة الجلسة بنشكر كل الجماعة اللي شرفوا النهاردة بالحوار، وبنشكر حضراتكم جميعا، ونتمنى كل التوفيق للمؤتمر لكل نجاح والتوصيات ده. شكرا جزيلا. هاني النحاس على مسؤوليتي.